أننا نوقف انتشار هذا المرض لدينا. ليست لدينا إمكانيات تضاهي إمكانيات الصين، ولهذا يجب أن نكون حازمين في عدم وعدم ترك هذا المرض يلجو إلى الجزائر، أو على الأقل حصر بؤرته في المصابين الحاليين. الخطوط الجوية الجزائرية تتحمل كل المسؤولية على قدوم هذه الطائرة في حالة ما إذا كانت سبب من قريب أو من بعيد في دخول حالة أو اثنين. فيما يخص تفشي فيروس كورونا، أنا انتقدت تسيير وزارة النقل وتسيير وزارة الصحة للملف. احنا وزارة الصحة كل عندنا شهر هو يقول رانا متحكمين في الأمور، وهناك إجراءات واتخذنا إجراءات وفي المطارات إلى غير ذلك. في النهاية هذه التأكيدات أعتبرها فاشلة، لأنه الكورونا راهو عندنا والمرض بدا يمشي والفيروس بدا موجود في الجزائر. إذن هذه الإجراءات كلها فاشلة، كنا نتمنى أن تكون إجراءات قوية.